فيصبح الاستغناء عن 500 جندي بطيارة أو بقمر اصطناعي ممكنا. طبعا هناك كمان ايضا اتجاه امريكي من اجل تخفيف وجود القواعد يعني لاسباب اقتصاديه بعد الازمه الاقتصاديه التي ضربت الولايات المتحده الامريكيه. قبل عوده اليك دكتور رباب عن الحديث عن ايران بالتحديد، بروفيسور مرغني رايك فيما نقول؟ هو حقيقه يعني الاستراتيجيه الامريكيه اهدافها واحده لم تتغير، هي الهيمنه، الوصول الى موارد الدول الاخرى والسيطره عليها واستغلالها لصالح الولايات المتحده الامريكيه. ربما تغيير لكن التكتيك، لكن تتغير الوسائل. دائما. نعم والتكتيك. كثيرا ما يتغير التكتيك، يعني الولايات المتحده جربت تكتيك التدخل في فيتنام، في العراق، في افغانستان، الان بتفكر يمكن لحد كبير. تجربه فيتنام ما كانت تجربه إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة، أفقدت الكثير من الجنود، وطبعا بتجد معارضة من الرأي العام في داخل الولايات المتحدة، وبالتالي بتضع الإدارة الأمريكية دائما في موضع تساؤل بالنسبة للرأي العام الأمريكي. جربتها الآن في العراق. الآن الولايات المتحدة بتعاني الكثير من في أفغانستان. يتحدثون عن زيادة القوات ويتحدثون عن انسحابها في نهاية المطاف. اسمح لي بروفيسور مرغني، الولايات المتحدة في مآزق. اسمح لي هنا، اسف المقاطعه، ان يعني سنعرض هنا خارطه او صوره عن اماكن انتشار القواعد العسكريه الامريكيه في محيط ايران او حول ايران. هناك ثلاث صور يمكن ان نشاهدها الان ويعلق عليها الدكتور غازي ربابعه. يعني نحن نشاهد هنا عدد من القوات او القواعد العسكريه الامريكيه تحيط بايران. ماذا تعني هذه الصوره والتي ستاتي بعدها ايضا؟ اعتقد أن الهدف الاستراتيجي الآن للولايات المتحدة في المرحلة القادمة ومعها إسرائيل بطبيعة الحال هو محاصرة إيران. كانت السياسة الأمريكية في السابق تقوم على احتواء العراق وإيران كلا على حدة. الآن الاستراتيجية الأمريكية قائمة على ما يلي: تطويق إيران من جهة الشرق من خلال الجمهوريات الإسلامية التي استقلت. زيارة وزير الخارجية الأمريكي ليفرمان قبل شهر إلى جمهورية كازاخستان، مساحتها 2,700,000 كيلومتر مربع هذه الجمهورية، ويقول ماكندر الجغرافي من يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على قلب العالم. أمريكا أرادت من خلال إسرائيل أيضا الحصول على قواعد عسكرية في هذه الجمهورية للقيام بضربة لإيران في حال توترت الأمور، لأن إسرائيل الآن تقول نضرب إيران الآن، وحاطين تقديرات أنهم سيخسروا 12,000 قتيل بضربة إيرانية مقابلة، بيقولوا نخسر الآن 12,000 قتيل أحسن ما نخسر مصير دولة إسرائيل على يد إيران التي تتعاظم قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية وقوتها الأصولية. وبالتالي يعني هذا كيف ينفذ على الأرض؟ يعني نحن نشاهد أو نعرف أن هناك قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج الفارسي أيضا، وهناك قواعد في أفغانستان، هناك قواعد في باكستان. يعني كل هذا المحيط ربما كما نشاهد في الصورة يعطي يعني انطباع بأن هناك تحضير ربما لعمل عسكري ضد إيران من خلال هذه القواعد. هل هذا ما تقرأه؟ أنا أعتقد أنه وجود القوات الأمريكية ليس من أجل طالبان ولا من أجل تنظيم القاعدة. منطقة آسيا شرق إيران 45% من كميات الغاز في العالم موجودة في هذه المنطقة. أمريكا حين غزت العراق قدروا الخبراء الأمريكان أن أمريكا في 20 سنة القادمة تحتاج ل 25 مليار برميل، وهذا الكم من النفط ليس موجود إلا في أرض العراق. العراق احتياطه النفطي 130 مليار، لكن ال 130 مليار موجودين في 10% فقط من مساحة العراق، يعني في 90% من مساحة العراق لم تستغل بعد. وبالتالي هذا الامتداد، آخر نقطة نفط في العالم ستكون في العراق. وبالتالي هذا الامتداد الأمريكي من العراق إلى أفغانستان إلى الجمهوريات الإسلامية هذه يستهدف السيطرة على منابع النفط بالدرجة الأولى، بجانب أن هنالك بعد ديني اللي أعلن عنه بوش أنها حرب صليبية
ومعركة هرمجدون وما إلى ذلك يعني، وهذه موجودة في فلسفة قيام أمريكا نفسها. يعني كريستوفر كولومب يعني أريد أن أفهم أنا أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في إيران والعراق وهذه المنطقة هو منابع النفط أكثر من موضوع لا البرنامج لا النووي لا الإيراني لا لا لا، يعني ربما برنامج النووي الإيراني سيكون ذريعة. لا برضو البرنامج النووي يشكل خطورة، لأن إيران تمتلك ثلاث قنابل ذرية اشترطتها من جمهورية طاجستان. هذا الحديث عن برنامج نووي إيراني هذا قضية بفوق السطح، أما ما تحت السطح فأمريكا تعرف جيدا أن عدد من القنابل الذرية اختفت من السوفيت. وبالتالي إذا رجعنا لمبدأ كارتر عام 80 يقول تتدخل الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة العربية في الحالات التالية: أولا إذا دخلت في العراق الكويت، ثانيا حصل إذا وصل الأصوليون المتطرفون إلى الحكم في بلد عربي بطريق الديمقراطية، الجزائر وفلسطين أيضا نعم طريق حماس. حماس نعم. وبالتالي طيب. أي حركة إسلامية طيب. جيد، يعني سنرى الآن صورة لقاعدة عسكرية أمريكية كان يمكن أن يعني تنشأ في لبنان في بلدة يعني منطقة القليعات في الشمال لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في هدفها في حرب تموز، وربما في هدفها في إقصاء المعارضة أو تصفية حزب الله على المستوى السياسي والعسكري. حتى هذه الصورة كما نشاهد يعني تبين تماما بأن القاعدة العسكرية الأمريكية كانت يمكن أن تقام هناك. هناك شغف أمريكي لإقامة القواعد العسكرية للسيطرة. حتى قبل هذه القاعدة اللي تحدثت عنها، إذا عدنا إلى عام 1982 كان في 250 من المارينز الأمريكي وضربوا بوجبة كاملة على يد المقاومة الإسلامية الباسمة، وهرب ريغان وقواته من لبنان سنة 1983 نعم. وبالتالي الولايات المتحدة لا تخرج من منطقة تأمن فيها، لم تخرج من ألمانيا، لم تخرج من اليابان من 1945 ولكنها خرجت من فيتنام، خرجت من لبنان، ستخرج من العراق، ستخرج من أفغانستان. اسمح لي بثلاثين ثانية فقط سيد أبو كتة أن تعطيني يعني ملخص عما يمكن أن يقال بعد كل هذا النقاش الذي دار في الحلقة، تفضل. يعني باختصار الأهداف الرئيسية لهذه القواعد العسكرية تتعدد وتتكامل وتتقاطع مع مصالح أنظمة ودول أخرى، سواء كانت هذه الأهداف هي تسويق منتجات الولايات المتحدة، تعزيز سيطرتها، بث ثقافتها، أو كل ما ذكره الدكتور غازي ربابعة من طيب. قد يكون يعني دوافع دينية هنا أيضا بكلمة واحدة سيدة أبو كتة، هل حقق كل هذا الأمن والأمان للمواطن الأمريكي؟ كلا، لم يحقق. والولايات المتحدة تدرك أن كل هذا الانتشار العسكري، يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الآن بألف قاعدة عسكرية موجودة في العراق لا تستطيع أن تغامر بضربة إلى إيران، وتستطيع وتحاول بكل إذن كل هذه القواعد العسكرية لا يمكن أن تحقق الأهداف الأمريكية بشكل واضح. شكرا لك سيد أبو كتة. دكتور غازي ربابعة، الشكر الكبير لك طبعا على حضورك، لم يعد هناك طيب من وقت، أشكرك جدا. من الخرطوم بروفيسور إبراهيم المرجاني كان معنا طبعا الخبير بشؤون الأمن القومي أمريكا والعالم، الأسبوع المقبل في موضوع جديد.